أول مرة أنكرتي وقلت إنك ما تعرفيش أي حاجة وسبناكي. تاني مرة قفشنا آدم عبد الحي جنب المزرعة بتاعتك وسبناكي. تالت مرة بعت قريبك اللي اسمه أمير لأم آدم وبرضه سبناكي. لكن تتقفشي مع أصحاب آدم عبد الحي وتقولي لي إن دي صدفة؟ ده يحصل في عالم سمسم بس يا روح أمك. أنا كدابة. شكلك كده شمال. شكلك كده مش مظبوطة يا بنت. حد أمك لجيبك. هجيبك وأعمل لك قضية عتاب. أنا مش عارفة أنتوا بتتكلموا على إيه أصلاً. مش بقولك شمال. أنت يا بنت جاية تلعب بينا ولا إيه؟ أنا مش فاضيين لك. هحطك تحت جزمتي وهفعصك. أخفيكي وأحلف إني ما شفتك. ما تنطعي يا بنت! إيه اللي وداكي عند عليا وكريم وطاهر؟ انطعي لأحسن قسماً بالله العلي العظيم. هعلقك وهسحلك. أنا ما رحت لهمش. هما اللي جولي. قولي علشان أشوف الفيديو وأقول لهم إذا كان ده الأمريكاني فعلا ولا لأ، بحكم إن أنا كنت أعرفه يعني. وموضوع أمير اللي بتقولوا عليه ده أنا ما عنديش عنه فكرة. ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته، ما عرفش. لا بنت واعية مستفة كلامك تمام. قفلت كل الخنان. صدق يا بنت إن أنا صدقتك. أنا قلت كل اللي عندي. عايزين بقى تعرفوا الحقيقة المفروض تروحوا تدوروا على عمل أبلود للفيديو على النت. أكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة. وإنتي ما تعرفيش الحقيقة؟ ما هو أنا قلت كل اللي عندي، أنتوا اللي مش مصدقيني. أيوه. طيب حاضر، ثانية واحدة. سيف باشا. أيوه. لا يا ابني. طب أنا في طريق. أنا داخل جوه. ها؟ مفهوم سعد. نانسي انا هسيبك كده 25 بيه. عايز ارجع عليك عائلتي وقلت كل حاجه عشان تروح تنام في سريرك. ما عندناش بنات حلوه تنام بره. يا اما قسما بالله لحلففك على مخبرين امن الدوله نفر نفر. اكتر في شيوط شويه عندهم كتاب. بس على الله بقى كل بتعرفي ترقصي. استعجليش. ها؟ استعجليش. غبية. استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيه كده؟ اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي. سؤال ايه؟ انتي ما تعرفيش الحقيقة؟ هشام بيه هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معاكي باحساسي مش بس بعقلي. وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومه زي دي. رغم ان انا جيت لك واديت لك نمرتي. على فكره اللي انا بعمله معاكي ده غلط. لو حد دخل ولا انا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 ده. بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك ان انا مصدق في براءه ادم. وبجد عاوز اساعده. وبجد مش عارف اقول لك ايه. لو كنت قلتي لي المعلومه دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير انا وادم. عايز الحقيقه؟ يا ريت. الامريكاني حاول يتهجم عليا وادم هو اللي انقذني بجدعنه ورجوله. ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب ادم في كتفه. كان طبيعي لازم يدافع عني وعن نفسه. حصل اللي حصل. قتله بالغلط. صح. أنا صح. وإحساسي صح. والجريمة دي مجرد جريمة عادية ما هياش إرهاب زي ما بيقولوا.
عرفتوا كل حاجة؟ اعملوا بقى فيا اللي انتوا عايزين، ان شاء الله تشنقوني. انا خلاص كفاية اوي لحد كده، لازم ارد له ولو حاجة من اللي عملها معايا. اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك. ايوه يا نانسي، عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انت هتروحي في 60 دقايق وهتتسجني، وانا عاوزك بره عشان تساعديني ان احنا نثبت براءة ادم. تكلم جد؟ من اول ما جيت لك وانا بتكلم بجد، بس انت اللي ما كنتيش عاوزه تصدقيني. بس متهيالي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقي. طب والظابط اللي كان هنا؟ مالكيش دعوة، أنا هعرف أخلص الموضوع. وبعدين أنا راجل، لما أقولك على حاجة لازم تصدقيني. طمني يا نانسي.